العداوات أسبابها ثلاثة. يعني ننتهي من العداوة الدينية، يعني العداوات بين الناس أسبابها ثلاثة. يقول الجاحظ أن أسبابها ثلاثة. الجاحظ عربي بليغ أديب، وكل من يكتب في الأدب يكاد يجمع أهل الأدب، صعب أن يقول أجمعوا لأني لا أدري، لكن يكاد يجمع أهل الأدب أنه أفضل كتاب العربية. قال شوقي ضيف رحمه الله تعالى، شوقي ضيف هذا أديب مصري له كتب لكن الناس سبحان الله لا تعرفه، هذا شيء عجب، لكن المهم مات قبل سنين يعني قريبا. يقول أفضل كتاب العربية على الإطلاق. ويقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لما عد خمسة من أفضل كتاب العربية جعل الجاحظ أولهم، رغم أن الجاحظ معتزلي، يعني في معتقده كان معتزليا. وهذه هي المشكلة نعانيها مع غيرنا، أنك أنت تمدح الشخص من جهة معينة لا تمدحه على الإطلاق. فلا شوقي ضيف رحمة الله تعالى عليه ولا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه يتبنون عقيدة من؟ عقيدة الجاحظ. هم يتكلمون من جهة فنية أدبية أنه أفضل كتاب العربية. فلو قدر ابتلوا بحساد لقالوا انظروا هذا يوافق أهل الاعتزال، هذا يمالي أهل البدع، هذا، ويقولون فيهما ما هما منهما براء. فأعان الله كل عاقل على صخب الجهال. نعود الآن لما أريد أن أقوله. قال الجاحظ أسباب العداوة ثلاثة، أولها المشاكلة في الصنعة، المشاكلة في الصنعة، صنعة واحدة. ثم القرب في النسب، القرب في النسب، ثم القرب في الجوار، ثم القرب في الجوار. هذه أسباب العداوات. والله أعلم.